السلام عليكم. وعليكم السلام. مصطفى؟ نعم مصطفى تفضل. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. رأيت رؤيا يا شيخ أنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخافتني بعض الشيء وأفرحتني في نفس الوقت، يعني ممكن أقولها لك يا شيخ؟ والله المقام ليس مقام تفسير رؤى، لكن لأنك تفسير هي واضحة يعني كده، بس كأنك ذكرت الرسول. تفضل. كنت أنا يا شيخ كان رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مريض جدا عليه الصلاة والسلام، وكان في كفن أبيض، يعني كان ملفوف الكفن أبيض، والصحابة من حوله يبكون، يعني رأيت جميعا يعني بعض الصحابة كانوا يبكوا يعني يبكوا كثير يعني. عفوا، أنت رأيت وجهه؟ في الآخر رأيت كان حتة عن وجهه. لا، لازم تكون رأيت وجهه رؤية تامة، لأن من شروط رؤية الرسول عليه السلام أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فالرسول أبيض، لا، إذا رأيت أسودا ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا كان هو متكفن يعني، وكان فيه كفن على وجهه، لكن أنا رأيت حتى من يعني لا نستطيع أن نجزم أنه الرسول. لكن رأيت أبو بكر يا شيخ وكان يبكي. لا نستطيع أن نجزم أنه الرسول. والشيطان كمل الرؤية ممكن؟ والشيطان بالإمكان أن يتمثل بأبي بكر وبعمر. لكن أنا الصفات يعني المذكورة كان أبو بكر. لا 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 يلزم. لا يلزم أن يكون المرئي هو أبو بكر. الشيطان قد يتمثل بأبي بكر وعمر وغيرهما. السلام عليكم.